السلام عليكم متابعينا الكرام، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بخير وفي صحة جيدة. يسعدني انضمامكم لقناة مفتاح الحياة بالضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس حتى تتوصلوا بالفيديوهات الجديدة وشير لتقاسم الفيديو فيما بينكم. اليوم سأقدم لكم وصفة متميزة رائعة جدا، هي لعلاج أو للتخلص من سواد الرقبة. بما أنني وضعت وصفة لتبييض اليدين، كنتم كثيرين من طلبوا مني وصفة لتبييض الرقبة. هي وصفة سهلة جدا، لا تتطلب الكثير ويمكنكم تحضيرها بسرعة، كما أن نتائجها مذهلة. سبق وقدمت وصفة تجدونها على القناة، هي أيضا لتبييض الرقبة وتعطي نتائج أكثر من رائعة. إذن اليوم سنستعمل كما ترون الطماطم والبطاطس ومكونات أخرى ستكتشفونها عند متابعة الفيديو، إذن ابقوا معي للنهاية. إذن بعدما قمت باستخلاص عصير الطماطم وعصير البطاطس، سنحتاج أيضا إلى القهوة وسنحتاج إلى زيت جوز الهند. إذن لنخلط المكونات، إذن سأخذ مقدار ملعقتين من عصير البطاطس، تقريبا وملعقتين من عصير الطماطم، وسأخذ مقدار ملعقتين أيضا من القهوة، وسأحتاج إلى ملعقة من زيت جوز الهند، يمكنكم عمل زيت اللوز الحلو أو أي زيت آخر، زيت الأفوكا، زيت الزيتون، لما لا، لكم الاختيار. أنا عملت زيت جوز الهند لأنه مبيض أيضا، من الأفضل يعني عمل الوصفة كما هي. إن لم تكونوا تتوفروا على الزيت يمكنكم تغييره بآخر كما قلت، لكن من الأفضل اتباع الوصفة كما هي. إذن هذه هي الخلطة التي حصلنا عليها، رائحتها رائعة جدا وزكية لأنها تحتوي على القهوة وعلى زيت جوز الهند. إذن نقوم بتطبيقها بهذا الشكل على الرقبة مع الفرك، إذن بهذا الشكل حبيبات القهوة تقوم بفرك الجلد وبتقشير الجلد الميت. نفرك الرقبة جيدا يعني من الأمام وحتى من الخلف، يعني القفا كذلك يكون مسود بحيث يكون أكثر عرضة لأشعة الشمس. إذن بهذا الشكل نفرك ونفرك جيدا. إذن نستمر بهذا الشكل، يعني نستمر بالفرك لمدة 5 دقائق إلى 7 دقائق بهذا الشكل. إذن هذه هي النتيجة على يدي كما ترون، سأقوم بتجفيف يدي حتى تروا النتيجة. أنا أريكم فقط على يدي، الوصفة هي للرقبة. إذن كما ترون قمت بغسلها في الحين، لم أتركها لمدة 20 دقيقة حتى أريكم النتيجة. هي تعطي نتيجة رائعة وفورية. إذن ستلاحظون
يعني من الوهلة الأولى، يعني من الاستعمال الأول، أن الرقبة يعني قد أصبحت بيضاء ورائعة جدا، علاوة على أن زيت جوز الهند يترك البشرة رطبة رطبة جدا، هو رائع. وكذلك رائحة الماسك زكية ومنعشة جدا جدا، ستحبونه وستداومون عليه. يمكنكم عملها القدر الذي تشاءون، مثلا إذا كان السواد كثير يمكنكم عملها من 3 إلى 4 مرات في الأسبوع، وإن كان أقل يمكنكم يعني 1 إلى 2 مرات، وهكذا تداومون عليها. ستعطيكم نتائج أكثر من رائعة، رقبة بيضاء وكذلك رطبة جدا. إذا أتمنى أن أكون قد أفدتكم بوصفة اليوم، لا تترددوا في نشرها مع أصدقائكم وصديقاتكم، ولم لا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وإن أردتم الوصفة مكتوبة زوروا موقعنا مفتاح الحياة وكذلك صفحتنا على الفيسبوك. وإلى اللقاء في وصفات قادمة ومجربة.